السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف 3 أدوات شغالين بالذكاء الصناعي بموجودين أثناء ما أنت بتعمل الميتنج، ويبدأ يلخصك الميتنج ويبدأ يحول لك الصوت لكلام زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. دول 3 أدوات، فويل وفي فاير فايلز وفي أوتوماتيك. هو كل الفكرة كلها إن أنت أثناء الاجتماع، سواء أنت بتعمل على زوم أو بتعمل اجتماع على ميت أو مايكروسوفت تيم او اي حاجه من الحاجات ديت، هو اوتوماتيك موجود على جنب، بيبدا ان هو يكتب لك تكست ايه اللي حصل في الاخر، يلخص لك الميتنج ويقول لك ايه اللي حصل في اثناء الميتنج عشان ايه تقدر تبعت ايميل تسجيل لكل الحاجه اللي حصلت. هو اوتوماتيك كان حد حضر معاك الميتنج، ويبدا ان هو يسجل لك كل حاجه في الميتنج، تقدر ترجع له على طول. نفس الفكرة برضو هنا موجود معاك في الميتنج، ويبدأ ان هو يديك ملخص للميتنج، ويبدأ يديك اهم النقط اللي موجودة، وتقدر تعمل سيرش في الكلام اللي اتقال عشان تأكد من التفات عليه. وكذلك برضو دوت ميتا فيو، هسيب لكم الرابط بتاع 3 مواقع اسفل الفيديو.